طيب جالنا برضو أسئلة كتير عن التهدل اللي بيبقى تحت الدقن ده، فهل دي ممكن تتعالج بالخيوط ولا من غير أي تدخل جراحي، ولا لازم يكون في مرحلة الأول فيها تدخل جراحة للشد سوري للشد يعني؟ وبيقول هل الخيوط دي بتعالج برضو التجاعيد بتاعت البشرة ولا لا؟ طيب، هي نيفرتيتي نيك او اللي هي نيك اللي هي شبه الملكه نيفرتيتي دي، طبعا هي مش الموضه، هي ديت اصل الانسان ان هو يبقى شكله كده، تمام. فاجدادنا الفراعنه طبعا علمونا من زمان يعني ايه الجمال، فعشان نوصل له لازم نمر بمراحل معينه. نيفرتيتي نيك اللي هي هنا كده يا جماعه، ما بيبقاش فيه اي 90 درجه دهون في الحته دي زي ما احنا شايفين في الصوره. بالظبط، دي قبل وبعد. فدي نقدر ان احنا نعالجها اول حاجه بالخيوط، ودي ابسط الطرق. تمام، لما يبقى في تجاعيد او ترهل في الجلد نقدر نعملها عمليه شد بالخيوط. هنا فعلا فارق يعني، فارق جدا طبعا، وكمان مفيش اثر لدخول الخيط او خروجه. هنا مش محتاجه جراحه لان بتهيالي التهدل بسيط قوي، ده جلد زياده متهدل مفيهوش دهون مفيهوش غير تجاعيد. فساعتها بنقدر نخش من ورا الودان خالص ونعملها شد للدهون، شد للجلد دوت من ورا الاذن، بنوصل بيه لحد نص الرقبه ونقدر نشد الجلد للاطراف. في وسائل اخرى للشد؟ في وسائل اخرى، لو في دهون لازم تتشفط. طب لو في دهون وهيبقى في جلد، هتشفط الدهون من المنطقه دي؟ ببنج موضعي تماما، يعني ديت لو هي لو هي المنطقه دي الوحيده اللي هتشفط، لا نفضل ان احنا نعمل بنج موضعي. وده دي من اساسات الدقن، يعني انت ما تقول انا ممكن عندي شفط دهون من بنج موضعي، يبقى دي الحاجات اللي هي في الاماكن المحدوده. تمام، فنقدر نشفط منطقه الرقبه ببنج موضعي وبعد كده نقدر نشد الجلد بالخيوط.